أهلا وسهلا ببرج السرطان، أهلا بك، وإن شاء الله يا رب نسوي توقعات مع بعض، نشوف شنو القادم في طريق برج السرطان. عاطفيا طبعا التركيز عن العاطفة، ما مو مهم المال بيجي بعدين، بس العاطفة أهم شيء بنركز عليه. بالنسبة لبرج السرطان أشوف إنك قاطعت مع الماضي، أنت حاليا عم تفكر كثير في المستقبل، قطعت مع كل شخص يفكر يعني يفكرك بالماضي. أشوف إنك أنت قد أخذت الخطوة اليوم إنك تفكر بمستقبلك، ومن النوع اللي أصبحت تميز ما بين الأشخاص اللي جرحوك، يعني ما بين الأشخاص من كثر ما انجرحت أصبحت تميز ما بين الشخص الصح من الغلط. فأشوف إنك أي شخص بيدخل حياتك تختبره، تحاول انك تعرف اخباره، وتحاول انك تعرف من هذا الشخص بالضبط. يعني اشوف انك اصبحت من النوع الاشخاص العقلانيين، رغم انه برج السرطان معروف بعاطفته القوية، لكن اشوف من كثر تجارب اللي عشتها انسان واقعي، اصبحت تفكر في مصلحتك. اشوف انك صاير تفكر في مصلحتك، اذا هذا الشخص ما يناسبني ما رح يدخل حياتي، إذا هذا الشخص ناسبني أوكي يلا هلا ومسهلا بك. فأشوف أنه قد ابتديت تتخذ الخطوات الجدية في حياتك، رح يدخل شخص مناسب جدا. أشوف أنه رح يجيك عرض زواج يا برج السرطان قريبا جدا، يعني بعد وقت من تاريخ سماعك لهالقراءة، بعد يوم أسبوع شهر ماكسيموم، هالطاقة هي شهر، طاقتها شهر. فأشوف أنه هذا الشخص رح يتقدم لك، رح يجيك عرض زواج، رح يكون إنسان جاد. بالنسبة لهذا الرجل رح يكون إنسان جاد، أنا ما أشوف أنه رح يمزح معك أو رح يضيع وقتك، لا. ستضع شروط كثيرة في هذه العلاقة، أظن أنك أنت من كثر ما تنازلت قبل في علاقاتك السابقة، حاليا من كثر ما صرت تفكر بعقلانية أصبحت تقول إذا تريد تدخل حياتي مو بهالسهولة حبيبي، يعني إذا أنت تريد تدخل حياتي أبي منك هذا الشرط وهذا الشرط وهذا الشرط. طبعا هذا الشخص رح يوافق، أنا أشوف إنه شروطك مشحفة، ما أعرف يعني سوى مهر سوى مدري شنو بالضبط، بس أشوف إنه هذا الشخص رح يوافق. والشخص اللي رح يدخل حياتك هو إنسان ميسور الحال وإنسان كويس، العلاقة اللي رح تكوني فيها هي علاقة نصف إعجاب ونصف تقليدي. أنت مليت، أنت يا برج السرطان قد مليت من علاقات الحب، شفت إنها ما رح تجدي نفعا، عشت انفصال أو عشت شيء ربما، يعني للكثير منكم برج السرطان اتزوج وانفصل وكنت في ذلك الزواج قد عطيت حبك وحنانك وتنازلاتك، أو إنك ما تزوجت وخلي نقول إنها القراءة للعزاب، إنك أنت دخلت في علاقة كنت مخطوب كنت خاطب، سويت كثير من التنازلات في العلاقات السابقة وفي العلاقة العاطفية السابقة، فبالتالي حاليا أصبحت مو متنازل، يعني هالمرة ما رح تتنازل ورح تفكر بعقلك ورح تنجح، رح تنجح ورح تكون أنت الشخص متسلط في هالعلاقة. يعني أشوف إنك رح تكون الطرف القوي في هالعلاقة، فأهنئك على القرار اللي اتخذته. عندك فرحة في بيتكم، عندك فرحة في أهلكم، رح تنتظرون مولود أو رح يكون يعني السعادة في طريقها لك، ولكن هالسعادة مرتبطة بعائلتك، إما أنت في انتظار مولود أو إنك أنت في انتظار فرحة كبيرة على شكل مولود، يعني إنك على شكل مولود أي استقرار، زواج، خطوبة، المهم إنه الفترة اللي رح تجيك هي فترة استقرار عاطفي، استقرار ودخول في علاقة عاطفية. يوجد شخص رح يركض وراك، رح يجي ويعتذر لك، بس أنت خلاص 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 نسيت هالموضوع، نسيت هالموضوع، نسيت هالعلاقة. في وحدة صديقة لك قد آذتك أو ربما حكت عنك بالسوء، أو إنه هي سمعت عنك كلام وصدقته، أو إنها نشرت عنك صور أو كلام أو محادثات ما بينك وبينها وساهمت في إنها تعثر حياتك. هذه المرأة رح
ترجع عليها الكارما، يعني انه هاي المرأة اللي ظلمتك راح تشوفين، راح تسمعين عنها اخبار سودة مثل وجهها، لانه هي آذتك وآلمتك واعتبرتيها مثل اختك او صديقة لك. في كل الاحوال هذه المرأة خليها تروح، ما ترجعي لها. اذ طلبت منك الاعتذار قولي لها انسي الموضوع، انا مو مسامحتك لا دنيا ولا اخره، وانا نسيت هذا الموضوع، لانه اشوف انه هذه المراه عرقلت حياتك او تسببت في حزنك والمك، او يعني ما اعرف، يعني نشرت فضيحه، نشرت رساله، نشرت صوره لك، او حكت في ظهرك. لكن وكلي امرك لله، هو اللي راح ياخذ حقك منها، لانه راح تعاني في الدنيا وفي الاخره. للكثير منكم قد كان محسود جدا على حياته العملية، أشوف أنك أنت ربما راح تقوم يا برج السرطان ب يعني فترات أو حصص من العلاجات الروحانية أو العلاجات يعني المفعمة، يعني علاجات، المهم أنك أي نوع من العلاجات اللي راح تتلقى أشوف أنك راح تنجح فيه وراح تشفى نهائيا من أي تعب أو أي مرض موجود عندك. في كل الأحوال تنتظرك الأخبار السارة، فإن شاء الله رح نسمع عنك الأخبار الحلوة يا برج السرطان. هلا ومسهلا بك، لا تنسى الضغط على زر سبسكرايب ليصلك كل جديد. شكرا لك، إلى اللقاء.